وهتشوفوا الايام بيننا. لما تسمعني كلمة وداع في وداع على رأي صديقنا المحترم الأستاذ محمد ماهي، بيقول لك وداع في وداع، وداع يا مرتضى، سمعنا سلام عليكم. خلاص لا جمهور الزمالك بيعتبرها قناة زمالك، ولا في حد بيتابعها على إنها قناة زمالك. خلاها خالد الغندور قناة تعصب وزرعت الفتنة وقالت معلومات غلط قبل مباراة الأهلي والهلال، كان ممكن إن الأهلي يموت بسبب اللي قاله خالد الغندور. النهاردة عنده دم هو ولا غيره يباركوا للأهلي ويعملوا حلقات على الأهلي؟ وانت مالك، انت مش قناة عامة، انت مش قناة رياضية عامة، انت من المفترض تجيب السلة بتاعت الزمالك، كنس الزمالك، يد الزمالك، طايرة الزمالك، سباحة الزمالك، قدم الزمالك، تهتم بالأخبار، براعم الزمالك، ناشئين الزمالك، الحالة الاجتماعية لأعضاء الزمالك، أنشطة الزمالك، زي ما قناة الأهلي بتعمل. أنت مش مطلوب منك إنك تبقى قناة رياضية عامة، ولا مطلوب منك إن الأخ كريم حسن كحاتة يقعد يدينا الإلياذة في كل الأخبار. أنت مالك أنت وما الأخبار الأندية التانية؟ أنتوا حتى مش عارفين قناة نادي تشتغل إزاي. انت من المفترض تشتغل بروموهات واهداف، تجيب تاريخ العظماء بتوع الزمالك القدامى، تعمل حاجات ارشيفيه لعظماء الزمالك الراحلين، تجيب سجل الزمالك الذهبي، بقولات الزمالك، ده يومك انت، مالك ومال غيرك؟ انت ضحكوا عليك وقولك انك انت في قناه عامه ولا ايه؟ ما هم انا بسال، هم انتوا شتمتوا مهيب عبد الهادي ليه على قناه الزمالك؟ قال لك ده خالد الغندور كان بعت لمهيب عايز يشتغل في ام بي سي مصر، وبعت له رسائل مهيب زهقه. قال لك ايه مهيب؟ قال لك الراجل طلب منه انه يشتغل في ام بي سي مصر، راح طلع كتب له على الفيسبوك خالد الغندور، قال ايه من احسنت اليه، من منطلق ان هو قدم مهيب عبد الهادي في برنامج الراديو اللي كان بيعمله في شعبي اف ام. قال له مهيب ما كانش حد يجي لك، الضيوف كانوا بيجوا لك عشان خاطر مهيب، ومهيب فضحك. اهي والله العظيم مش عارف اقرا لكم الرسائل ولا ما اقراهاش، اهي مش عارف الاخ مهيب عبد الهادي بعتها لي وفضحه، قال كله ده كان محروق، كان ما اشتغلش في ام بي سي مصر. ايه السواد اللي جواكم ده؟ ايه السواد اللي جواكم ده؟ ايه السواد ده؟ رايح تولع الدنيا قبل ماتش الاهلي والهلال وجاي تقول لي مبروك للاهلي، ومين اللي هيقبل منك مبروك اصلا؟ مين اللي هيقبل منك مبروك؟ اهو ادي الرسائل اهي بعتها لمهيب عبد الهادي، مش هقبل لها احتراما للاسم اللي بعت لي. اهي على التليفون، مبروك يا مهيب، طب لما انت رايح ام بي سي مصر مش تاخدني معاك؟ طب يا مهيب ده انا كنت بجيبك معايا في الراديو، ده انا كنت بجيبك معايا في دريم، وقاعد يتمحك في مهيب ويترجى يشغله في ام بي سي مصر، وانا اقول ساب مرتضى يشتم مهيب ليه؟ ما هو ما بص لما يسكت كده اعرف ان السواد جواه وعينق من الشاشه.